السلام عليكم تلاميذتي الأعزاء. اليوم غادي نبدأ سلسلة مجموعة من الدروس الموجهة لفائدة السنة أولى علوم تجريبية، علوم اقتصادية وعلوم رياضية. ودرسنا اليوم سيكون بحول الله هو الولايات المتحدة الأمريكية، قوة اقتصادية عظمى. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أهم القوى الاقتصادية العالمية، بل على الإطلاق أول قوة اقتصادية عالمية. وقد تداخل في هذه القوة مجموعة من العوامل كالطبيعية والتنظيمية والسياسية، وكذلك عوامل أخرى سنحاول أن نتعرف عليها في هذا الدرس من خلال مجموعة من المقاطع. فالمقطع الأول سيخص المظاهر قوة الاقتصاد الأمريكي، أما بخصوص المقطع الثاني فيهم التفسير ديال هذه القوة والوقوف على مختلف جوانب هذه القوة، ثم المقطع الأخير سيهم بالأساس التحديات والإكراهات التي ما زالت تعترض الاقتصاد الأمريكي. بخصوص المقطع الأول وهو سيهم وصف مظاهر قوة الاقتصاد الأمريكي على ثلاث مستويات. المستوى الأول يهم القطاع الفلاحي، والمستوى الثاني يهم القطاع الصناعي، أما المستوى الثالث فهو يهم قطاع التجارة والخدمات. بخصوص مظاهر قوة الفلاحة الأمريكية يجب أن نركز في هذا الدرس على ثلاث خصائص مهمة: الخاصية الأولى أو المظهر الأول أو التجليات الأولى، وهو كون أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على مجال فلاحي شاسع يضم مجموعة من المجالات الفلاحية. ثانيا تنوع المنتوجات الفلاحية. ثالثا ضخامة الإنتاج الفلاحي واحتلاله لمراتب متقدمة عالميا. بخصوص انتظام الإنتاج الفلاحي الأمريكي داخل مجموعة من المجالات الفلاحية، أبرزها لدينا المجال الفلاحي الذي يهم تربية البقر الحلوب وزراعة الخضر والمغروسات بالقسم الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ثم عندنا مجال إنتاج القمح بالوسط وبالشمال، بعد ذلك لدينا منطقة إنتاج التبغ والقطن بالجنوب الشرقي، ثم عندنا منطقة زراعة المغروسات الشجرية والتي تهم الساحل الجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. كما أن المجال الأمريكي يتضمن مجالات فلاحية أخرى، لكن الخاصية التي يجب أن نركز عليها على مستوى التوطين أن مختلف هذه المجالات التي قمنا بذكرها تتركز في القسم الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، أي خط طول 100 درجة أي شرقة. بخصوص الخاصية الثانية والتي تهم التنوع، أي تنوع المنتوجات الفلاحية، فقمنا بتصنيفها حسب المنتوجات الزراعية وهي الأخرى، يمكن تفريعها إلى أربع فروع: الحبوب وهي نقصد بها بالدرجة الأولى، القمح، الشعير، الأرز، الشعير، ثم عندنا مزروعات صناعية أخرى. ما معنى المزروعات الصناعية؟ هي كل المزروعات التي تخدم القطاع الصناعي كالصناعات التصبيرية، على رأسها السوجة، على رأسها القطن، على رأسها كذلك التبغ. ثم عندنا مزروعات علفية التي تهم بالأساس الشمندر، ثم المغروسات الشجرية كالليمون. على مستوى المنتوجات الحيوانية فالولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على قطيع كبير من الأبقار والأغنام والخنازير، بالإضافة إلى منتجات الصيد البحري والدواجن. الخاصية الثالثة التي يمتاز بها الإنتاج الفلاحي الأمريكي بعد التنوع وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتج إنتاجا كبيرا جدا، أو ما يصطلح عليه بضخامة الإنتاج. هذا الإنتاج الفلاحي أهلها إلى أن تحتل رتب جد متقدمة على مستوى الذرة الرتبة الأولى، وكذلك القطن، وكذلك الصوجة. على الرتبة الثانية لدينا الحوامض، ولدينا كذلك الشمندر، أما بخصوص الرتبة الثالثة فهي تهم القمح. بعدما قمنا بوصف مظاهر قوة الفلاحة الأمريكية سنحاول أن نتعرف على خصائص أو تجليات الصناعة الأمريكية. أول خاصية
تهم التنظيم المجالي للصناعة الأمريكية، بحيث نميز بين 4 مناطق صناعية. المنطقة الصناعية الأولى وهي ما يصطلح عليها بالحزام الصناعي أو المنطقة الصناعية القديمة، والميغالوبوليس ما بعد سنة 1961، تتركز في القسم الشمالي الشرقي من البلاد. ثم لدينا المنطقة الصناعية الحديثة، وهي منطقة استفادت من إعادة التوطين الصناعي، أي بنقل التركز الصناعي من القسم الشمالي الشرقي في اتجاه الجنوب وفي اتجاه الجنوب الغربي وفي اتجاه كذلك الجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. ثم لدينا المنطقة الصناعية الثالثة، وهي المنطقة الصناعة العالية التكنولوجيا أو ما يسمى بوادي السيليكون، نسبة إلى أهمية حضور مادة السيليكون في هذه الصناعات، وتتركز أساسا بالقسم الشمالي الغربي وبالجنوب الغربي. ثم هناك منطقة صناعية أخرى تتوطن بالحدود الجنوبية مع المكسيك، وهي عبارة عن مدن صناعية توأم. هذه المناطق الصناعية التي يطلق على اسم ماكيلادوراس هي عبارة عن مناطق صناعية وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية للحد من المشاكل الاجتماعية التي تسببها الهجرة الأمريكولاتينية خاصة المكسيكية، وللاستفادة كذلك من اليد العاملة المؤهلة علميا وتقنيا. بخصوص التنوع الصناعي، فالولايات المتحدة الأمريكية تنتج صناعات متنوعة كصناعة الصلب، الألمنيوم، المطاط الصناعي، السيارات، الطائرات، الفحم، ثم الصناعات الدقيقة. كما تنتج إنتاجا كبيرا جدا على المستوى الصناعي، جعلها تحتل مراتب جد متقدمة على عدة منتوجات كالمطاط الصناعي وعجين الورق والسيارات في الرتبة الأولى، ثم الرتبة الثانية على مستوى الطائرات والفحم والغاز الطبيعي، والرتبة الثالثة على مستوى إنتاج الصلب. بخصوص القطاع الثالث اللي هو قطاع التجارة والخدمات، فتجليتها أنها تعتبر أول مساهم في الناتج الوطني الإجمالي. كما ترون فهي تساهم في الناتج الوطني الإجمالي الأمريكي بنسبة 79%، أما الصناعة ف20%، ثم لدينا 1% بالنسبة للفلاحة. بخصوص بنية الصادرات والواردات الأمريكية، فبخصوص الصادرات كما تلاحظون أعزائي التلاميذ والتلميذات على أن وارداتها تتركب أساساً من المواد المصنعة بحوالي 72.3%، أما بخصوص الصادرات فحوالي 77.7%. ومن هنا يمكن القول على أن بنية الصناعة الأمريكية يغلب عليها المواد المصنعة. على مستوى الشركاء التجاريون للولايات المتحدة الأمريكية، فتركز الولايات المتحدة الأمريكية معاملاتها على المستوى التجاري خاصة مع كندا والمكسيك، نظرا للاتفاقية التجارية التي تربطها مع هاتين الدولتين في إطار ما يسمى بألينا، أي التكتل الجهوي الاقتصادي. ثم لدينا الصين بنسبة مهمة كذلك، ثم اليابان، ثم كوريا الشمالية، في حين أنها تتعامل تجاريا مع باقي دول العالم خاصة على مستوى جلب المواد الأولية.